إلى المغرب، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن المغربية من ضمنها الرباط والدار البيضاء، ورفعت المظاهرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير، رفعت شعارات متنوعة في مقدمتها بقطاع الانتخابات وحل البرلمان وإسقاط الفساد، كما رفعت مطالب الطابع الاجتماعي. مغرب بلاد الاسلام وبيران عنا ديكور، مغرب بلاد الدرهم والدرويش بالجع مقهور، الفساد عنا حرام بريزرفاتيف في اي موطع، فرماسي ولا ساكا فيما مشيت تجيب روتي تباع. بلادنا بلاد الايمان، بلادنا بلاد بنكيران، بلادنا بلاد الحلالف، بلادنا بلاد التيران، بلادنا بلاد النص في بلادي طايح فقع اونبوان، بلادنا بلاد ناس فرجهم خايط في البرلمان، بلادنا بلاد الامن دارك قوات الشرطه سيمي في خدمه الشعب بالزرواطه والصمته، بلادنا بلاد الشوماج، بلادنا بلاد القنطه، بلادنا بلاد فلاحة مطيشة وبطاطا، بلادنا بلاد جوج تبحور الحوت عنا غالي، الحوت داتو اسبانيا وشكوى الرب العالي، لعزن اي مغربي حر فتح مخويا فهمني، والله يطلق صرع اشرف مناضل راشد نيني. مغرب بلاد الخير، مغرب بلاد الجوع، مغرب بلاد الباشا، مغرب بلاد الدموع، مغرب بلاد الاسلام بلاد الحضارة، مغرب بلاد المشيد بلاد بيت الدعارة. مغرب بلاد الخير، مغرب بلاد الجوع، مغرب بلاد الباشا، مغرب بلاد الدموع، مغرب بلادنا معترفين بها زيرو، معنا تم صلاحها كنهضرو حيت كنغيرو. كي شغل مشاكل بلادي ما عمرها غادي تسالا، كي شوف السرقة في بلاد ما عمرها غادي تتحلى، هينا صابرين ملينا من هاد الروتين، كي شوف طريق حياتي دايزة كلها غير ظلامة، من نهار خلقتها وانا كنشوف راسي غير ضايع، كنشوف حنوشة دايرين بينا في اي موضع، ما داير والو غادي يحاسبوك، واذا هضرتي لحقك غادي يضربوك. هادي الحقيقة اللي عايشينها دابا، الشعب ملي يهدر حاسبينهم غير كدابة، حيوم يدوخو فينا ما شفنا منهم والو، صوت ما تصوتش هما عارفينش اللي قالوا. الدستور جديد قالوا غادي يقدموا البلاد، قلتوا غادي تحلوا المعامل وتخدموا العباد، غير كتب والسرقة في طرق نزيدو حفرو، ميزانية ناقصة وما عمرنا غادي تقدموا. مغرب بلاد الخير، مغرب بلاد الجوع، مغرب بلاد الباشا، مغرب بلاد الدموع، مغرب بلاد الاسلام بلاد الحضارة، مغرب بلاد المشيد بلاد بيت الدعارة. مغرب بلاد الخير، مغرب بلاد الجوع، مغرب بلاد الباشا، مغرب بلاد الدموع، مغرب بلاد نا معترفين بها زيرو، معنا تم صلاحها كنهضرو حيت كنغيرو. من هالدستور من الانتخابات اللي كيعرف الجميع ان المقاطعه ديالها قبل 2002 2007 كانت مقاطعه تاريخيه، ما كيفاش غتكون هاد المقاطعه اكثر فالانتخابات اللي كيحاولوا يمارسوا من جديدها واحد المسرحيه على الشعب.